شفت الخبر ده يا ربيع؟ خبر ايه؟ الواد الدكتور بتاع بنتك البوليس قبض عليه. قبضوا عليه؟ ليه؟ يعني انتوا مش عارفين ليه؟ مش عارفة ليه معيار هانم؟ ورجالتك ما قالكش اللي صوروني صوروني ليه؟ هو اللي الداخلية عملت الواجب من وراك. بنت انت جننتي ولا ايه؟ ايه اللي بتقولي ده؟ انا مش قادرة اصدق انتوا ازاي وصلتوا للدرجات دي؟ تدخلوا راجل بريء السجن عشان خايفين على المنصب والكرسي؟ والله العظيم انا ساكتة يا بابا. انت بتقولي ايه؟ انت ركبتيها كده ازاي؟ مالي انا ومال الموضوع ده؟ انا لسه قاري الخبر دلوقتي اهو، ولا عمري قابلت الدكتور بتاعي ده ولا كلمته. وإذا كنت قلت كلمة في لحظة غضب مش معناها إن أنا بقيت رئيس عصابة. وأنا لسه قاري الخبر على الفيسبوك حالا، اتفضلي اقري شوفي. أنا هقول كلمتين ما عنديش غيرهم، الموضوع ده زي ما عقدتوه أنتوا اللي هتحلوه، يا إما والله عليا وعلى أعدائي، لا يهمني حد ولا أخاف على حد، ولا على رئيس عصابة ولا رئيس جمهورية، ماشي؟ عفا أنت اتجننتي؟ إيه اللي جرالك؟ إحنا مش ممكن نعمل حاجة زي كده، الحقها يا ربيع، البنت اتجننت. للدرجة دي إحنا بقينا ناقصين في نظرها؟ الظرف هو بيت اول ما اديك الاشاره تتحركي كالعاده. هي دي فتحه الانطلاق صحيح. ما بلاها يا اخويا الليله دي، وكفايه قوي اللي احنا سلكناه منه. بلاها الليله دي؟ ها لا بص بقى يا بت، هتسوني في العوض مش هست. انت فيها يا بت؟ جتتك لحست على الضرب ولا ايه؟ ده ضربه خلاص هات. وعلى ايه؟ ايوه كده اتظبط الاعلان عندك على الظرف. حفظتيه؟ حفظته. تحبني اسمعه لك؟ لا روح امك، احنا مش في الكتاب، وبعدين انا بامن لك. كتر خيرك. ما عندكش غيارين والمسخين زيك كده اهو، اخدهم لك فمين؟ لا عندي مطوه ممكن اشيلك بيها في وشك، ايه رايك؟ بهرق. ماشي. تعالى اقول لك يا بنت. ايه؟ دمك عسل يا بنت. زي الأمر. هربي كده هربي. بقول لك ايه؟ ما تخليه كده زي القطه الصيامي على طول كده اللي بتحك في صاحبها كده. احب انا الاجواء دي قوي. وبعدين عرايا المثل يمشي عدل فلوس يحبك ويموت فيك. اقول لك ايه يا اختي؟ اختك انا؟ قولي يا اختي. تجوزني يلا. تجوزني وتلمني من القرف اللي احنا فيه ده. وهي حته دارينا. اختك وقرف؟ مالك يا مريزه يا اختي؟ انت تعبانه؟ سخنه؟ مش عجباني؟ فيك حاجه؟ مالك يا خلوصي؟ من قدامك فل شمعه منوره اهو. طب ما دام انت يا اختي فل وشمعه منوره ما تركزي في غسيله وخدي مخك معاكي في امين يمكن ينضف معاكي. ماشي يا خلوصي، وهقول يا اخويا بيطلع في الغسيل. المحضر انت عملته يوم السبت الساعه 12 الظهر، وبتقول لي ان العربيه بتاعتك اتسرقت يوم الخميس بالليل، والحادثه حصلت يوم الجمعه الساعه 11 بالليل. اقدر اعرف ليه ما عملتش المحضر بتاع سرقه عربيتك في نفس اليوم او اليوم اللي بعده على الاقل عشان تثبت حسن نيتك؟ معرفش، ما جاش في بالي. حضرتك يا فندم انا دكتور نسا وكان عندي عمليات ولاده وما كنتش فاضي. يعني كنت في المستشفى اثناء وقوع الحادثه؟ مش فاكر. انت كده بقى بتاذي نفسك. انت لازم تفتكر او تثبت لي ان العربيه كانت مسروقه اثناء وقوع الحادثه. ما انت لو كنت عملت محضر بسرقه العربيه كان هيصح موقفك دلوقتي. للاسف يا فندم هي دي الحقيقه. يعني ما عملتش محضر بسرقه العربيه اثناء وقوع الحادثه او قبلها، وكمان مش قادر تثبت لي مكانك اثناء وقوع الحادثه. انا مفيش حاجه اعملها دلوقتي الا ان احبسك 4 ايام على ذمه التحقيق. ممكن تفتكر اي حاجه؟ غلطان طبعا، كنت اقول اي حاجه. عايزني اقول ايه بس؟ يا اخي قول اي حاجه واخلص. حاجه يعني اروح اقول لهم ان انا كنت شارب مخدر؟ اروح اقول لهم اني كنت شارب مخدرات عشان اودي روحي في تهمه مصيبه سودة، ولا عايزني اقول ان انا كنت بايت عند واحده عشان يبقى موت وخرب ديار؟ ارحمني بنصايحك السودة. مش احسن ما تلبس في حيطه؟ طبعا زمان اهل العروسه دلوقتي بيلعنوا فيا. دول ناس فاضيه. طبعا شوفوا بالقاس اللي احنا اقربنا واحنا كان عندهم الطول الحمام والفطير حاجه الحلوه ما استناش طلع النبي ما استناش يعرف الحقيقه ورمى الشبكه في وش كتفينا. مش ده اللي اكتفينا قالت تقول قريبي وحبيبي و... انا اصلا ماليش في الجواز. انا مالي؟ انا مالي؟ انا اللي زيي مالوش في الحلال اصلا. ده كفايه انك عمي. انا الحق عليا. كتر خيرك يا ابن اخوي، كتر خيرك يا ابطال. بس انا برضه هعمل باصلي. ماشي اتفضل. ايه ده سجاير؟
وانا اصلا بشرب سجاير. مش هشربها، هي فلوس السجن سجاير. انت حافظ مش فاهم، سيبك من دول وطمني على اخواتي البنات. هو ده اللي يخليك تطمن. ايه؟ نعمهم معاهم. خليك انت في السجن ما تقلقش سنه 2 10. وانا طالع عاره. اسمع كلامي، اطمن، حط برضه بطاقه في جيبي. رقبتي. انت عارف البتاع اللي احنا شربناه ولا دركلناه يومها ده؟ يعني بتاع ما احنا جربنا كذا حاجه. البتاع اللي كان فيه كيس السوليفانا الاخضر. اللي كان نباتي كده ده. هو ورق الشجر. ايوه. ده نوع يجنن، ده حته صنف بقى. ده انا لما خدتها فاكر لما دخته. ما تسيح. فاكر في الاسم يعني. فاكر لما دخت انا فاكر ده بوليس. كنت في ميكروفونات. ما حدش عارف احنا بنقول ايه. البتاع ده طلع كارثه يا معلم. والله. كارثه. والله انت فرحان. ده يغيببك لمدة يوم بحاله ما تفتكرش منه أي حاجة. يغيببني؟ يغيببك. تقتل القتيل وما انتش حاسس. يبقى انت اللي قتلت، يبقى اعترف. قتلت مين؟ قتلت مين؟ أبص انت جاي تزورني ولا جاي تسجنني؟ اسكت. تقتل القتيل يعني أنا قلقان من حاجة. أكون عملت الحادثة دي فعلا وأنا مش داري. بس أنا صحيت لقيت نفسي بايت عند البت عفة. حصل ازاي وامتى مش عارف. خلاص يبقى اعترف انك كنت بقيت عند البت دي. ليه؟ الفضيحه ارحم من السجن وبمرور الوقت بتتنسي. وسمعتي؟ سمعتي مين هيامن لي بعد كده على مراته لما يعرف بفضيحه زي كده؟ التانيه هي حادثه بتحصل لاي حد، انما الفضيحه دي ممكن تقضي على مستقبلي كدكتور نسا. خلاص حاول دكتور اطفال. انت عم انت حضرة الضابط الزيارة انتهت. ما قلتليش يا بنتي. اه عملت ايه مع باب البيت اللي اسمه نيازة دي؟ ورسيتي على ايه معاه؟ حبت رأس على هدت حيل ودرمخته بالسم الهاري ووحل البرك خلوص يروحني. مالك يا بنتي؟ كلامك النهاردة مش مريحني خالص. صراحة كده يا عم أيوب، الواد خلوصي متبت ومزرجن دماغه في مصلحة أنا قلبي مش مطمن لها، وهو راسه ألف سيف إنها لازم تتعمل، وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. بصي بقى، أنت مش قد خلوصي ونبو الأزرق، خليكي في طوعه زي ما قلتي، وأنت ونصيبك. يا عم أيوب ده عايز يحط رجلينا في خيمة ما نعرف لهاش أول من آخر، ومع ناس ما نعرفش ميتهم إيه. ما أنت شفتي عمل فيك إيه لما خرجتي مرة عن طوعه. لما كلمت البيت اللي خدت الواد، انت يعني ناقصة منه علاء تاني. ما هي المصيبة ان الحكاية تخص الواد هو هو، زي ما يكون مكتوب عليا يا ربي. حدش بيهرب من القضاء يا بنتي، حدش بيهرب من القضاء خالص.